ضربة ركنية بتلعب جامدة في العمق كالعادة، طالع لفوق حمزة المسلوسي، انما لسه في الملعب الكورة. شكله كده اتخبط مصطفى شلبي. مليون سلامة يا شلبي، مليون سلامة. سجل هدف في اللقاء الأخير أمام فريق دريمز الغاني، لقاء الثلاثية. وسامسون سجل جون. الراجل بيطالب بالتبديل، هل هو حاسس خلاص إن الإصابة مش هيقدر يكمل؟ سوء حظ النهاردة لو خرج تمام مصطفى شلبي، إنك تفق التبديلين في نص شوط. الدقيقة 22 خرج مصطفى الزناري ولعب مكانه حسام عبد المجيد طالب دفاع. تعليمات من طارق مصطفى لكريم بامبو، هداف فرقته بست جوان. يعني النهاردة الأربعة اللي بيلعبوا قدام في تشكيلة طارق مصطفى، ياو النور ومحمد هلال وبامبو وأسامة فيصل، مسجلين 13 جون من إجمالي أهدافهم ال 25. آدي سامسون على طول قام يعمل عملية الإحماء. الراجل اللي رد له تاني في الفترة الأخيرة، بداياته ما كانش كده في كيمياء بينه وبين الجماهير، إنما لعيب كويس هيفيد نادي الزمالك الفترة اللي جاية سامسون. وأنا بتكلم على أرقام الخط الهجومي، لما شفنا تعليمات طارق مصطفى لكريم بامبو، مسجلين 13 جون الأربع أسماء في المنطقة الأمامية من إجمالي أهدافهم ال 25، يعني أكثر من 50% من عناصر التهديد والتهديف لبامبو وياو النور ومحمد هلال وأسامة فيصل. أسامة فيصل كان سجل هاتريك، وموجود محمود قعود جايب برضه هاتريك الموسم ده. عندهم دكة بدلاء تقيلة، كل اللعيبة اللي موجودة بره أسماء لها خبرات في الدوري. جماهير نادي الزمالك لازم نتكلم عليها، كل ما يجي الكادر الأندية الكبيرة والأندية الجماهيرية يا جماعة هي اللي بتعمل لنا روح في المدرجات. بنشوف أندية جماهيرية في دوري المحترفين، دوري اللي تحت ده على طول الجماهير تفرح في الملعب، تفرح. عشان كده عندنا انحياز دائم للأندية الشعبية وبرضه الأندية الاستثمارية. بكل أمانة فرصة كده والله، يعني اللعب واقف، نبدأ نتكلم شوية لغاية ما يرجع اللقاء. أندية بقى اللي ظهرت على الخريطة، بيراميدز عمل حالة في الدوري حتى لو ما بياخدش بطولات، إنما بقى فريق من الفرق اللي بتهدد الكبار على طول. جه بعد كده بقى زد هو شفناه السنة دي، حاجة تفرح. موجود سيراميكا كليوباترا، كل الأندية موجود، البنك الأهلي، مش عايزين ننسى حد.